وقت في كاس الكاف ونحكيو على الترجي الرياضي التونسي كما كان منتظر. الترجي مر الى الدور المقبل، مقابله كان لقى فيها روح الترجي في طريق مفتوح خماسيه ضد فريق النهضه التشادي. منصور ثم برشا كلام باش يتقال على المقابله، ولا با فوتو اكثر ولا اقل. كما قلنا في حديثنا وفي تحاليلنا ان النهضه فريق ضعيف جدا امام الترجي. التشادي تشادي مو موزمبيقي، تو انتم عابديني في الحكايه هذيا معناها. استنى تو انتم عابديني الحكايه هذيا. احنا هنا في حصه رياضيه وهذه التلميحات نجم تصير حتى في حصه تاعتها. لا لا مش عاودوها توا، مش عاود بروسيد اتونسيون. كي تقول نهضه برك لا كمل. لا مش نقول لك اي شو اسمع. تعرف وقت جات النهضه توا اربع سنين مع الترجي ما حبوش يقولوا نهضه وربحت شو اسمه ربحت الترجي اربعه في الشامبيونز ليغ. خاطر هذه النهضه التشاديه عمرها ما تفوت للبريمي تور. الاكثر على الاقل بون معناها تفاوت في وانت باين في الامكانيات. بون كانت فرصه للوليد الجلاسي، كانت فرصه لجويني باش يكون يرجع للمعنويات نتاعو الاكثر على الاقل. فهمتي ولا حتى هما جماعه النهضه باركوا للترجي معناها فما حتى مشكل. سي يوسف انك تربح بالنتيجه هذه في مقابله نتاع الشامبيونز ليج ضد فريق متواضع مهم نتاع كاف، مهم بالنسبه للفريق، مهم بالنسبه للاطار الفني للمعنويات، ولا امر عادي بالنسبه للفريق في حجم الترجي؟ لا مهما يكون مقابلة معناها تربح 5-0 وخاصة مع ملاعبية اللي أظن خاطر ما نقولوش ملاعبية الصف الثاني خاطر في النادي في الترجي هذه فما الصف الثاني اللي ملاعبية مش متعودين يلعبوا مقابلات بعضهم. هذا حاجة إيجابية بالنسبة للإطار الفني بالنسبة للمجموعة اللي تأكد اللي هي موجودة في كل وقت يستحق للفريق. و5-0 هذا كما قال با فوتو المستويات متفرقه كثير من كثيره برشا كلام وبرشا تساؤلات. ناصر على ملاعبي مثلا اسمه هيثم الجويني، علاش هيثم الجويني ما كانش اساسي منذ البدايه؟ يقول لك الملاعب هذايا عنده كريز نتاع ثقه، عنده مشكله ثقه، اليوم يبحث على ثقه، يبحث على اهداف. علاش اليوم ما نهبطوش من اول مقابله ضد فريق النتيجة نعرفوا أنها محسومة أمام؟ هو والله احنا الجمعة اللي فاتت انت سألت سؤال وقلت لك المباراة هذه باش تصير فيها تدوير ليفيكتيف واعطاء الفرصه للاعبين اللي ما عندهمش نسق المباريات، وظل هذا واللي صار معناتها فهمت؟ كان المفروض انه ياخذ مباراه كامله معناتها باش ياخذ ثقه في نفسه، خاصه هو عنده مشكل عنده مشكل في الترجي، خاطر جويني وقت اللي تشوف في الكيب ناسيونال تشوف جويني اخر بطموحات اخرين بشوفه ديسيزيف، لكن اوريزمون سجل هدف ممتاز انه يمكن يعطيه الثقه يخلي المدرب يعطيه وقت اكثر. مطالب انه المدرب في مباراه كيما هذا يعطيه وقت اكثر باش ياخذ ثقه في نفسه معناتها المفروض. ملاعب اخر يمكن يكون اخذ ثقه انطلاقا من المقابله هذه وسجل ثنائيه الملاعب هذا هو الياس جلاسي اللي حكى الكاميرا قناه التاسعه على تجربته في الترجي الرياضي التونسي، على مستقبله مع الفريق وعلى طموحاته المستقبليه. هات نشوفوا اش قال الياس جلاسي الكاميرا قناه التاسعه ونرجعوا نحكيه في التاسعه فوت. اخترت الترجي معناها بعد ما اتفقت معناها مع لاجون تاعي وكل شيء. ظهر لي الترجي نحبه ملي انا صغير ومشيت لها معناها بدافع المحبه من المصدر. واحد خاض معناها مرحله باهيه من الاولى مع الترجي وظهر لي واحد قدم معناها اداء باهي. جيت البلوسير من بعد واحد رجع معناها واحده واحده مع سي عمار. اختيار معناها وشواء نتاعو هو معناها كان من الاول معناها انا على البنك. من بعد معناها واحد اخذ شونس نتاعو، واحد يحترم الاختيار نتاعو والشواء نتاع الاطار الفني. الحمد لله يا ربي واحد قاعد معناها يرجع واحده واحده وان شاء الله معناها جاي خير. ما تنجمش معناها تكون مرتاح وبعد ترجع معناها تعطي 100%. ظهر لي معناها واحد لازم معناها يستغل معناها كدرجين وربع ساعة اللي يهبط فيها باش معناها ياخذ بلاصة معناها أساسية معناها في الترجي. والله علاقة معناها عادية معناها علاقة معناها تجمعنا معناها خدمة صحيح. هو سي عمار متقرب من الجوارات الكل معناها ياخونا جوير بار جوير معناها يحكي معنا. صعيب ياسر واحد معناها باش يتأقلم معناها في الترجي معناها بحكم انه ما يلعبش.
ان شاء الله معنا جاي خير. شخصيه سي عمار معنا صعيبه شويه، معنا مش بالسهل معنا باش العب عنده. معنا صحيح هو متقرب برشا من الجواريات، اما لازمك معنا تخدم كوم يلفو معنا في التيران معنا باش تفك بلاصتك عنده. بديت مني انا الهيفا، من بعد شاتها ادم كملت الحمد لله يا ربي، واحد وفق ربي ومركة بوت. يا حبيت معنا المركي معنا وكل شيء باش واحد ومو معنا مورال مو يرتاح وياخذ كونفيونس في روحه معنا باش يرجع ويقدم ما خير. بيا طموحي الاول معناها واحد يرجع معناها يكور سياسي، ان شاء الله معناها تشوفوا معناها وجه اخر معناها للياس في قادم المباريات، ان شاء الله واحد ياخذ الشانس نتاعو كامله، وان شاء الله معناها واحد يمشي لبعيد ويقدم معناها اداء باهي ويفرح معناها جمهور الترجي ويفرح اصحابي. يوسف المساكني عجبني لعبه، ملاعب كبير، واحد يطمح معنا باش يمشي معنا في طريقه ويعمل كيما عمل معنا في الترجي ولا كيما توا في الخليج. فتحي ملاعبي بالقيمة متاع الياس الجلاسي يقول لك أنا الليدول متاع اليوم يوسف المساكني، نحلم نعمل كيفه في الترجي ولا زاد كيما قاعد يعمل في الخليج. علاش لا؟ معناها كيما يعمل في الخليج ربما يحكي على المستوى المادي، معناها الفلوس كيما في الخليج، ولكن على الكرة نتصور حلم نتاعو اكبر من كونه يمشي للخليج. هذا اللي نتمناه، هذا اللي نتمناه. ملاعبي فنان، ملاعبي عندنا ملاعبيه يشوطوا الكرة، عندنا ملاعبيه يمسحوا على الكرة، كارثه بال. معناها هو من الملاعبيه هذو، معناها ملاعبيه اللي عنده بوتنسيال كبير ياسر، من الملاعبين اللي نفتقدوهم على سف في الملاعب نتاعنا، الفرجه وخالد ديما يحكي ماذا بيا شكون يعمل عظمه شكون يعمل كذا، تالوناد ويدخل بين اثنين ويتريبل، الكره اللي نعرفوها في الحومه معناها اللي تخلي الملاعب معناها هي اللي الجمهور يشيخ عليها، الجمهور يشيخ عليها، لهم ملاعب ستيل معناها ستيل التستيل نتاعو إليغان معناها حلو، تبقى ما عندوش لو طون دو جو معناها الوقت اللعب الكافي حتى تو ما عندوش. بون في الترجي البلايص معناها البلايص مش سهلة، معناها باش تفك بلاصتك في الترجي ما نظنش. أنا كان سي عمار سويح يقول صعيب وكذا، صحيح صعيب، لكن سي عمار سويح ما نظنش كان عنده معناها ملاعب باش يقدم له الإضافة وباش يخليه على البنك، لكن سي عمار سويح صح عليه ودبرها، عنده سعد بقير وعنده الياس الجلاسي، معناها ينجم يهبطهم الزوز وكم ينجم يهبط واحد برك يتضرب له واحد اللي قدر عنده حل اخر، معناها عنده حلول. فما ناس الملاعبيه هذم خالد وسيوسف وتعرفوا ليزارتيست هذم، فما فرق ما عندهمش تماما، هو عنده زوز معناها. وهذه هي يمكن المشكله الفنيه المطروحه كابتن، ثم اللي يقول لك ما نجمش اليوم اللاعب الياس الجلاسي ما دام فما سعد بقير فوق الملعب، كفني توافق وجهه النظر هذه؟ بون كل مدرب له فلسفته ولو المنهج نتاعو، كل مدرب اسمع شو المدربين كل كان فورماسيون راهو يلوج على حاجه اسمها مقدسه ليكيليبر. كذب عليك نبداو بليكيليبر بعدين. اي بالزوز هذا مع بعضها ما تنجمش تلقى ليكيليبر. بون هذا سي عمار خاطر هو يعرف معناها هو يلعب في كوليبالي تو الراقد والخنيسي والمحيرسي ويلعب ساعه ساعه رجيبي وكذا وناس بون فخر الدين بن يوسف. ولكن عندي سؤال، يا بقير ما يلعبش؟ بقير كان بليسي ما يلعبش، المفروض كان معناها كان مع المواصفات نتاع الوليد نتاع جلاسي صحيح معناها فني عنده كذا ناريته وعنده وكما اخرى قلت نعاود على فوسلونتير تاع ايام المساكني وشبه تو الهدف اللي يسجله صعيب ياسر بالاكستر صعيب ياسر باس ويعمل لك وكذا. ما احنا نحبوا اعاده الاعتبار للفنيات في خدمه المجموعه، ولكن باهو عمار سويح يقول لك انا باهو خويا انا هذه طريقتي هو الوقت الحاضر، الوقت الحاضر انا على ما نعرف الوقت الحاضر يقول لك عمار يفكر عمار في ليكيليبر يقول لك عندي راكد كولي بالي ذيك ما تصونش القدام بقير وبعد يبني من قدام، دونك الوليد ما لقاش بلاصه. انا البارح اش قلت؟ قلت باش يقعد على البنك خساره للجلاسي اللي هو خساره الترجي. يسلفوه مثلا؟ ها؟ يسلفوه مثلا؟ انا مثلا كاين نجم يسلفوه الستات ويرجع للفريق الام ويلعب يربح ماتش ويربح كذا تبقى بارونتيز. هو ان شاء الله يولي كي يوسف ولكن يوسف ربح الشامبيونز ليغ وكيب ناسيونال كذا، ولكن انا يا ميتر عمري ما كنت ضد الملاعبيه
اللي يفكروا في مستقبلهم، خاطر مستقبل هنا مستقبل هنا اظلم تعمل عليه يخلص شهر ما شهرين ويجي بعد المنفذ وكذا خويا كيمشي غادي. ولكن صعب جدا راهو عندنا عندنا افكار مسبقه على الخليج، انت يعرف الخليج ان شاء الله يلقى بلاصه، ان شاء الله ان شاء الله يعيطوا له انت الخليج توا سيلو نيفو تبقى شهر 80 ويمشي الخليج، خلي معناه يكون مستقبل. سي يوسف نقعد في نفس السؤال اللي طرحته على الكابتن الياس جلاسي وسعد بقير، بالنسبه ليك كفني ما يلعبوش مع بعضهم في نفس الفريق؟ اللي قالوا خالد توا وخساره معناه ذكر راقد و كوليبالي بعيد كل البعض، الريجيستر نتاع جلاسي يقرب للبقير، وهنا كما قال المدرب يلوج ديما على التوازن وهذا اكيد وحاجه هامه جدا. في حالات يجمع مع بعضهم ممكن في مقابله في في, في سير المقابله يجمع مع بعضهم، لكن في بدايه المقابله مثلا ديربي مقابله صحيحه كاسحه صعيب باش يهبطوا زوج مع بعضهم، خاطر سي تان جوار هو يلعب ورا لي زاتاكون ويلعب ان جوار ليبر، معناها يجم يكون هو لو حتى كلمه ريجيسور تنحات نسبيا في القاموس هذية، لكن قريب البقير الله ما يجمش يحط زوج ملاعبيه فرد ريجيست دو جو ما فكوش الكوره ما يدافعوش ولا يولي برشا حتى كي ما يفكوش متر بالنسبه لي يولي يمشيوا على ساقين بعضهم معناها يجم يختار واحد منهم. ناصر توافق الكابتن كي يقول لك ملاعبي كيما الياس جلاسي ممكن زاد ملاعبي كيما هيثم الجويني اليوم الاسبيرونس كان تسلفهم تربح هي ويربح الملاعبي ما تواش في ثقيل. هو مهم هو الملاعبي اللي ملعب هو راهو مع ساعات الاختيارات ما تكونش على مش الملاعبي يقرر الاطار الفني يقرر يحطها، خاطر تعرف رفيق في الكلاسمون دي جوار بار بوست فما اماكن تحط فيها اربعه وخمسه لاعبين في الاماكن هذيك، فما ملاعبيه تحط زوز ثلاثه، فما ملاعبيه في وسط التيران يلزمك تحط ثلاثه واربعه باش تقرا حسابك البليسيور الكارتون، يمكن اختيارات المدرب انه يشوفه يتعدى الثالث ولا الرابع من الملاعبيه اللي يكون مهم انه حل من الحلول وقت اللي تصير له اصابات نتاع كوليبالي ولا تصير له اصابات نتاع الراقد. بون انا شنو نقول هو مسيك لعب دو ماتش، لعب ماتش ليتوال ولعب مع النهضه دو ماتش تيتولير شويه، لكن زاد فما هو كان يلعب في الملعب التونسي وكان جوار كلي قاعد يتقدم. انت زاد الاختيارات نتاعك انت وقت اللي اخترت باش بتصحف الترجي شنو هي اهدافك باش تمشي للترجي؟ اهدافك بالترجي اني فما اللاعبين عندهم امكانيات فنيه ممتازه، اسكو انت قادر باش تنافسهم باش تاخذ مكان ولا؟ ولهذا وقت اللي احنا مشكلتنا ما عندناش الثقافه نتاع اللاعبين، وقت اللي باش يمشي يختار الفريق نتاعه يشوف شكون من اللاعبين موجودين في المركز نتاعه هو، اسكو هو ينجم يتعدى ولا ما ينجمش يتعدى؟ هذه حاجه لا يا ناصر سامحني ترجي طالبته نجم وفما لاعب يقدر يقول لا للترجي ما نمشيش ولا للافريقي ولا للنجم ولا للسباق سيليو. شو قلت لك فايش بيه؟ وقت اللي انت كانك تحط لوبجيكتيف نتاعك سبورتيف وتكون واضح وتعرف روحك وين تحب، هذه من 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 حاجات اللي تخلي الملاعبي ينجم يعمل اختيارات ايجابيه باش يطور ادائه الرياضي. تحكي على ملاعبيه ناصر عمرها مع 20 21 ايش بيه؟ من المانجير وين موجودين؟ هذيك علاش احنا راهو هذيك علاش احنا المانجير اللي تاخذ في فلوس كبيره والناس اللي موجوده في العائلات من الحاجات اللي هي مهمه انه الاختيارات نتاع اللاعب والتسلسل في اختياراته للفرق اللي يمشي لها حاجه مهمه برشا. للعلم مش هو قبل بقير من بعد الياس جلاسي التحق قبل سعد بقير بالترجي. جلاسي لا قبل بقير بعد سعد بقير بعد بالنسبه للناصر اللي هو بقير يعرف اللي على مستوى البوست كيف في الترجي هذه توزي مفقود. فتحي في 30 ثانيه وننهي مع مشاركات انديتنا في المسابقات القاريه. مشى الياس جلاسي لاعب كبير عنده مستوى، مشى الفريق كبير فريق كبير انتدب تقريب الفريق الاولمبي الكل اي في وقت ما شو تحب شويه صبر زاده شويه صبر معناها شويه قاعد يلعب درجين ربع ساعه مقابله نصف ساعه الى اخره شويه صبر، ثم الكومبيتيشن في تونس بالنسبه للفرق اللي تلعب تشامبيونز ليغ عندك 40 مقابله في الموسم معناها 40 مقابله تستحق له. انا نجم نقول لك الياس جلاسي بالنسبه للمدرب الترجي من اولويات الكبيره كبيره لانه في وقت ما باش يستحق له، تبقى نهار اللي باش يستحق له لأربعة وخمسة وستة مقابلات يلزم الياس جلاسي يكون في مستوى عالي. بحديثنا على الياس جلاسي وعلى الترجي الرياضي كابتن. اي لعب المنتخب. بحديثنا على الياس جلاسي وعلى الترجي الرياضي نكون وانهينا مع مشاركات فرقنا في المسابقات القارية كاس الكاف ورابطة الابطال.